بنرجع مع حضراتكم مرة أخرى، وطبعا يعني معنا الأستاذ خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة يوضح لنا أكثر عن موقف وزارة الصحة من تصريحات السيدة الوزيرة. أهلا أستاذ خالد، إزاي حضرتك؟ تفضل. أستاذ عمرو أهلا بحضرتك، تحياتي. أهلا بك. يعني خليني في البداية يعني أؤكد لحضرتك أن التصريحات اللي انتشرت اليوم على كل مواقع التواصل الاجتماعي على لسان السيدة الوزيرة يعني هو تم اتزاعها من السياق. يمكن السيدة الوزيرة بالأمس كانت في جولة لمحافظة بورسعيد للوقوف على آخر التطورات في التسجيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي، واجتمعت في السادة الصيادلة والرئيسات التمريض بالمستشفيات لمتابعة تأثير العمل، وكان لها بعض التوجيهات. يمكن طلبت من الصيادلة العاملين بالمنظومة يعني عدم التنازل عن دورهم، وأن دورهم أكبر من صرف الأدوية، وأنهم لازم يراجعوا بروتوكولات العلاج ويشاركوا الأطباء في وصف الأدوية، أو مش يعني في كتابة الأدوية، لهم راجعوا بروتوكولات العلاج. لكن لم تذكر أن دور الصيدلي مهمش وأن دور الصيدلي مؤثر. خليني أقول حاجة أستاذ عمرو، السيدة الوزيرة بتحترم وبتقدر وبتثمن دور جموع الصيادلة في مصر، والصيادلة شاركونا في كل المبادرات الصحية اللي اتعملت على مدار سنة عام كامل، سواء مبادرة 100 مليون صحة اللي كان فيها الصيادلة بيعملوا في الشفتات من الساعة 9 صباحا لساعة 9 مساء، وكانوا بيشيلوا معانا فريق الطبي بالكامل، أطباء، صيادلة، تمريض، فنيين، إداريين، كلهم الحقيقة كانوا يعني في مساواة وفي تعب وفي مجهود، هو اللي أدى للنجاح اللي احنا بنجني ثماره النهاردة. فإن احنا بنقول إن احنا بنهمش دور الصيادلة ده كلام غير صحيح، ومش عايزين يعني أي حد يثير الفتنة. الصيادلة زي الأطباء، زي أطباء الأسنان، ويمكن حضرتك تتذكر وحضرتك برضو أثرت هذا الموضوع ودخلت مع حضرتك فيه عن تكليف السادة الصيادلة لما كان فيه مشكلة، وفي الآخر السادة الوزيرة انحازت للصيادلة وتم تكليف إنهاء المشكلة بتكليف أكثر من 16,000 صيدلي. فاللي بيقول إن احنا مش محتاجين الصيادلة أو بنهمش دورهم ده ليس حقيقي. أيضا في تصريحات أثيرت عن إن الوزن وإنه الناس، السيدة الوزيرة بتقول انه يعني الوزن الكبير احنا مش محتاجينه في المنظومة الصحية. طبعا ده كلام مش صحيح، لكن حضرتك تعلم جيدا ان الدولة كلها وفي مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، موضوع السمنة موضوع احنا بنكافحه وبيتم يعني صرف الملايين الجنيهات عشان نوعي الناس بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة، ولازم نبقى قدوة ويبقى عندنا لياقة بدنية عشان نقدر نقوم بدورنا كفريق طبي ونجري ونعمل ونقدم أفضل خدمة طبية للمريض. وده اللي قالته السيدة الوزيرة امبارح على لسانها أثناء الاجتماع، لكن أيضا تم اتزاؤه من السياق. فيما يخص موضوع الحجاب والحجاب القصير ده تم ذكره، وده على فكرة أحد ركائز مكافحة العدوى، وانه لا يتوسخ الملابس او الحجاب بالدماء او بالميكروبات، ده المقصود بيه، لكن مش المقصود على الاطلاق. ان احنا بنتكلم في اهميه حسن المظهر والزي المتفق عليه طبقا للتعاقد داخل منظومه التامين الصحي الجديد. في زي يا استاذ عمرو متفق عليه، واحنا بنوفره لكل العاملين في المنظومه، سواء أطباء البلطو، سواء التمريض، سواء العاملين، سواء الإداريين، في زي متفق عليه بيتم العمل به داخل منظومة التأمين الصحي الجديدة. يعني عايز أقول لحضرتك أنه ما أثير بالأمس في الاجتماع، يعني لما وزير صحة مصر يجتمع بالصيادلة ويجتمع بالتمريض ويجتمع بالأطباء، والسيدة الوزيرة تدي بعض التعليقات على العمل والاهتمام بالصيدلة الإكلينيكية والاهتمام بتدريب الصيادلة، ده مش معناه أن هؤلاء غير مؤثرين. ولو كانوا غير مؤثرين أو لو كان دور الصيدلي مش مهم، ما كانش بقى فيه حرص من الدولة ممثلة في وزارة الصحة أو حرص من الوزيرة. طب إيه يعني إيه اللي وصل المرحلة لهذا الغضب العارم للصيادلة؟ يعني وبقى هاشتاج
يمكن كان في قبل كده لغط في مساله تكليف الصيادله، وانه زي ما بيتكلفوش وان احنا مش محتاجين لهم في المستشفيات. ولما انتهى الامر بتكليف الصيادله بالفعل واكثر من 16,000 صيدلي تم توزيعهم على المستشفيات، النهارده لما اثير هذا اللغط او تلاقي التصريح من التصريحات من سياقها، يعني عاد باذهان المواطنين او اخواتنا الصيادله بانه في مشكله، او ان السيده الوزيره يعني هي لم تذكر بالشكل المباشر انه الممرضه افضل من 100 صيدلي. لا لا لا، ما فيش. يعني اولا يعني ده تصريح ما يقولوش وزير ولا يقوله اي طبيب بيعمل في المنظومه. ما فيش حاجه اسمها 100 صيدلي او ممرضه افضل 100 صيدلي. ولكن انا النهارده لما بقول، انا استاذ عمرو طبيب بشري، لما باجي اقول النهارده المستشفى او انا بايت في نبطشيه في المستشفى، دور الممرضه قد ايه مهم. بالظبط، قد ايه مهم. واحنا كاطباء هو تعظيم لدور الممرضه ومش تقليل طبعاً من دور الصيدلي. يعني طبعا ده تعظيم لدور الممرضه، واحنا كلنا كاطباء بشريين في نبطشيتنا في المستشفى اللي احنا فيها لازم نرجع للممرضه. الممرضه اساس الخدمه، وهو في النظام النظام التامين الصحي الجديد زي ما هو موجود بره، الممرضة نمرة واحد أساس أهم من الدكتور نفسه. يعني يا فندم، السيدة الوزيرة طلبت ممرضات إنجليزيات يكونوا على رأس العمل، ده تمت يعني تناوله على السوشيال ميديا بشكل فكاهي، ولكن هو حقيقة أنه طلبت ممرضات إنجليزيات يكونوا موجودين 10 ممرضات في مستشفيات بورسعيد على رأس العمل لتدريب الممرضات هنا على تأدية الدور زي ما بيتعمل بره في انجلترا، زي ما بنسفر الاطباء للتدريب علشان يجوا هنا يدربوا زمايلهم على رأس العمل، زي ما بنطلب ممرضات ذوي خبره علشان يدربوا التمريض اللي عندنا هنا، لان دور التمريض مهم. لكن لما اقول دور التمريض مهم، فانا مش بقلل من دور الطبيب ولا بقلل من دور الصيدلي ولا بقلل من دور الاسنان، كل واحد له دور. بالعكس، السيده الوزيره بتطلب ان تفعل دور الصيدله الاكلينيكيه، اللي كانت كليات الصيدله كانت بتخرج صيدلانيين اكلينيكيين وما كانش لهم اماكن للعمل. النهارده اول وزير صحه تطلب انها تفعل دور الصيدله الاكلينيكيه لتعظيم الاستفاده من الصيادله ومراجعه بروتوكولات العلاج وتحديثها، عشان دوره زي دور الطبيب في اهميته لدى المريض. والنهارده يا استاذ عمرو، يعني مساله وجود الدواء في المستشفيات بعد ما قدرنا ان احنا نتجاوز ان يكون في ادويه كتير ناقصه وادويه مش موجوده وادويه اسعارها كبيره على المرضى، فيجب عليا ان احنا كدوله ممثله في الوزاره انها تبقي وتحافظ وتدرب الصيادله اكثر عشان يقدروا يقوموا بدورهم على اكمل وجه. واذا كان في تشديد على ده النهارده في منظومه التامين الصحي، فمنظومه التامين الصحي مش بس بتشدد او بتسمن دور الصيدلي، لا، السيده الوزيره يوميا في اجتماعات سواء هنا او في بورسعيد للفريق الطبي صيادله واطباء والعاملين بالمنظومة التأمين الصحي كافة، عشان نتأكد أن التشغيل التجريبي للمنظومة لو نجح إن شاء الله يبقى إذا المنظومة هتسير على هذه الخطى وتطبق في باقي المحافظات. دكتور خالد لحضرتك تقدير السيدة الوزيرة بالكامل لجموع الصيادلة في مصر، وهم أولادها زي ما الأطباء وأطباء الأسنان والفريق الطبي بالكامل أولادها. هذا الكلام جيد، ويعني رسالة لإخواننا الصيادلة، وطبعا ده المتحدث باسم وزارة الصحة، والكلام ده طبعا يعني بيعبر عن رأي الوزيرة وكلام رسمي، فجيد جدا ان عندنا كلام اهو رسمي من وزارة الصحة للرد على مثل هذه التصريحات اللي هي يعني بتلف الجرايد كلها من امبارح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشيء جيد ان حضراتكم تدخلتوا معانا وقلتوا التصريحات دي. ده اللي أنا